بلغ عدد المشاريع المنفذة من مشروع التمكين الاقتصادي للسيدات في محافظة إربد وضمن المرحلة الثانية 118% من المشاريع، وتم تخريج السيدات اللواتي شاركنا بالمشروع، وقامت مؤسسة الشرق الأدنى بمنحهم شهادات تقدير برعاية وزير التنمية الاجتماعية. ومن أبرز المشاريع المنجزة في إربد من تربية للأغنام والأعمال اليدوية والحرفية، بالإضافة إلى مشاغل للخياطة والتطريز، ويهدف المشروع إلى إحداث الفارق في سير حياة المرأة وإثبات وجودها على مختلف الأصعدة وزيادة مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من خلال الاندماج مع القطاعات الرسمية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني. كوزارة التنمية الاجتماعية احنا بنسعى الآن مع شركائنا الجمعيات الخيرية بإقامة مشروع معرض دائم للمنتجات الأسر المنتجة وللجمعيات الخيرية. سجلت مع تجمع لجان المرأة، استفدت من مشروع مؤسسة الشرق الأدنى، عطونا دورات يعني أهلتنا كيف نسوق، كيف نتعامل مع الناس، وغير هيك عطونا مصاري حسننا مشروعنا. افتتحت مشروعي بدايتها 250 دينار، بلشت مشروع ألبسة، وبفضلهم الشرق الأدنى يعني وكثير يعني وقفوا معنا ودعمونا لقدام، والحمد لله المشروع ناجح.